ان شاء الله جزء تاني من السكشن هيبقى عن التشيك اوف لاتراتوشنال باكلينج. خطوات التصميم عموما في المين جيردر للكوبري بتاعنا، اول حاجه حسبنا فيها السترينج اكشن على كوبري، بعد كده حسبنا قطعات البي فلانج التي فلانج الدي ووب التيوب، حسبنا كل الكلام ده. بعد كده بدأنا نعمل تشيكات على القطاع. اول حاجه عملنا تشيك اوف تنشن، وقلنا احنا هنقف لحد هنا لو الخطوه اللي كانت مطلوبه مني في المساله ان انا افرض قطاعات المين جردر او افرض ابعاد المين جردر. بعد كده التشيك رقم 2 هو التشيك اوف لاتر توشنال باكلينج. بعد كده التشيك رقم 3 هو تشيك اوف ويب باكلينج ديو تو بيور مومنت، نتيجه العزم ونتيجه الشير ونتيجه الكومبايند مومنت اند شير. تمام، يبقى كده التشيكات بتاعتنا على المين جردر بعد وفرضنا ابعادها، اول حاجه للتشيك تنشن، تاني حاجه للتشيك اوف كومبريشن لاتراتوشنال باكلينج، وده اللي هناخده النهارده ان شاء الله. تالت حاجه التشيك اوف ويب باكلينج، وده هيبقى سكشن الاسبوع الجاي باذن الله. التشيك اوف لاتراتوشنال باكلينج بيبقى عباره عن ايه؟ ان انا عايز اشيك على الكاميرا بتاعتي في منطقه الكومبريشن، هل الجزء بتاع الكاميرا او الفلانج العلويه وسط الويب لو اتولد عليهم عزم اللي هو المومنت اللي معايا هيحصل حركه افقيه للكاميرا دي ولا لا، هل الكاميرا دي هتنهار انهيار لاترال هتتحرك افقيا من فوق ولا لا. طبعا التشيك كده بيحصل فين؟ في منطقه الكومبريشن، يعني لو العزم بتاعي في الكاميرا السيمبل بالمنظر ده هيولد كومبريشن فوق وتنشن تحت، فالتشيك بتاعي هيبقى الجزء العلوي من الكاميرا. مطلوب مني احسب ايه؟ مطلوب مني احسب قيمة الاسترس اللي موجودة عند الجزء العلوي من الكاميرا اللي هو الاف سي، اللي هو برضو بالمناسبة بيساوي الاف تنشن برضو لان الكاميرا بتاعتي متماثلة. بيساوي ايه؟ بيساوي المومنت ديت ذا لفز امباكت على اي اكس للكاميرا مقسوم مضروب في الواي سي تي، يبقى المومنت على اي اكس مضروب في الواي سي تي لا اما على اي في الواي. بعد كده نحسب الالاوبل بتاعنا، الالاوبل ستريس للكومبريشن. الالاوبل ستريس للكومبريشن معتمد على حاجه اسمها ال يو، ال ال ان سبورتد لينس فور كومبريشن فلانج. تمام، الفيصل بالنسبه لي في حدوث ظاهره اللاتراتوشنال باكلنج من عدمها هو ال يو، ال يو اللي هو ان سبورتد لينس فور كومبريشن فلانج. بعد كده في النهايه بعد ما احسب قيمه الالاوبل ستريس هقارنها بالاكشوال ستريس، لو الاكشوال ستريس اقل من الاولبل يبقى الكاميرا بتاعتي دي سيف في اللاتراتوشنال باكلينج. حسابات الاكشوال ستريس اللي جايه على الكاميرا بتاعتي بتبقى عباره عن ايه؟ زي ما قلنا بتعتمد على حاجه اسمها ال يو. ال يو ليها احتمالين، يا اما انا شغال في كوبري ديك فبالتالي ال يو بتاعتي هتساوي المسافه ايه اللي هي المسافه ما بين الكروس جردر والكروس جردر اللي بعدها. تمام، دي كده بتتعامل كأنها ركائز أفقية للكاميرا، دي الحاجات اللي بتمنع الكاميرا إنها تتحرك أفقيا اللي هي الكروس جيردرز، فبالتالي ال يو في حالة الديك عندي هتبقى بتساوي المسافة ايه. طب لو أنا شغال كوبري بوني هتبقى ال يو بتساوي الجذر الرابع ل ال اي في ال اي واي في ال اي في الدلتا، بحيث في النهاية إن هي لازم تكون أكبر من المسافة ايه، مسافة ايه اللي زي ما قلتلكوا اللي هي المسافة بين الكروس جيردر والكروس جيردر اللي بعدها. الدلتا بقى بتساوي ايه؟ قالك الدلتا دي بتساوي 5% لو انا شغال دبل تراك وستة من مية لو انا شغال سنجل تراك. القيمة ايه؟ المعايير المرونة بيساوي 2100 طن على سنتيمتر مربع. الاي واي زي ما احنا فاكرين من الحسابات بتاعتنا في سنة تالتة كنا بنحسب حاجة اسمها اي واي اللي هي اي واي تي. اي واي تي دي لايه بالظبط؟ قالك دي للفلانج العلوية مع سدس الويب، يعني الاي واي لفلانج علويه مع سدس الويب. المسافه ايه؟ طبعا انتوا عارفينها. ال ال الاول بقى الرقم اللي انا بقارنه بال ال يو، قال لك ال ال الاول هو المينيموم اوف قيمتين، اول واحده 20 بي فلانج على جهاز الاف فيلد، القيمه الثانيه 1380 اري فلانج في السي بي على الدي في الاف فيلد، بحيث ان السي بي عندي ب 1.13. زي ما قلنا هنقارن قيمة ال LU بال L allowable، لو قيمة ال LU بتاعتي أقل من ال L allowable إذا مفيش flutter rotational buckling،
يبقى الكاميرا بتاعتي سيف في الادابشن باكلينج، وساعتها الالاوبل بتاعي هيبقى بيساوي الاف بي بيساوي 58 100 اف فيلد. طب لو ال يو بتاعتي او ال ان سبورتد لينس كانت اكبر من قيمه واحده بس من ال الاوبل، مش انا عندي قيمتين الاوبل، لو هي بس اقل او اكبر، اسف، اكبر من قيمه واحده بس من القيمتين اللي فوق، يبقى ساعتها في ظاهره ال ادابشن باكلينج هتحصل، وبالتالي هضطر احسب قيمه ال ادابشن باكلينج بيساوي كام، ال الاوبل بتاعي بيساوي كام. طب ال الاوبل في حاله ال ادابشن باكلينج بيساوي ايه؟ قال لك الالاوبل اللي هو اف بي سي بيساوي اف لاتر روتيشن باكلينج بيساوي جذر اف لاتر روتيشن باكلينج 1 تربيع زائد اف لاتر روتيشن باكلينج 2 تربيع، بحيث في النهايه لازم يكون الرقم ده اقل من او يساوي 58 100 اف فيلد. الاف لاتر روتيشن باكلينج 1 بيساوي 800 على ال يو في الدي في الاريا فلانج، كل ده مضروب في السي بي، وبرضه لازم يكون اقل من او يساوي 58 100 اف فيلد. اي حاجه لازم تكون اقل من 58 100 اف فيلد. طب الرقم الثاني اللي هو اف لا تعطش باكلينج 2، قال لك ده بقى ليه احتمالات، ليه 3 حالات، 3 حالات دول، 3 حالات دول بدلاله ايه؟ قال لك بدلاله حاجه اسمها ال يو على ار تي، بحيث ان ال يو على ار تي لو كانت اقل من 84 في جذر السي بي على الاف فيلد، يبقى الاف لا تعطش باكلينج 2 بيساوي 58 100 في الاف فيلد. لو ال يو على ار تي اكبر من او يساوي 84% جذر السي بي على فيلد، واقل من او يساوي 188 جذر السي بي على فيلد، في الحاله دي هيبقى الاف لا تعطش باكلينج 2 بتساوي المعادله الكبيره دي اللي هي 64% ناقص ال يو على ار تي تربيع في الاف فيلد مقسوم على 1 ناقص على 1.176 في 10 اس 5 مضروب في السي بي، كل ده في النهايه مضروب في الاف فيلد، تمام. وزي ما اتفقنا كل حاجه اقل من او يساوي 58 100 اف فيلد. طب لو ال يو على ار تي اكبر من 188 جذر السي بي على اف فيلد، يبقى انت كده في الحاله الثالثه اللي هي حاله اف لاتوش باكلينج 2 بتساوي 12000 مقسوم على ال يو على ار تي تربيع، كل ده مضروب في نهايه في السي بي، بحيث ان هو يكون اقل من او يساوي 58 100 اف فيلد. يعني الموضوع كله باختصار ان انا بشوف قيمه ال يو على ار تي، واشوف انا في انهي حاله واختار القانون على اساسها. وطبعا القوانين دي مش حفظ، كل ده هيبقى معطى بالنسبه لك، يعني كل الكلام ده هيبقى معطى، فانت بس هتعرف انت في انهي حاله وتختار القانون وتعوض فيه، والتعويض سهل، يعني لما تيجي تعوض في القوانين دي مش هتلاقي حاجه جديده. الاف فيلد انت عارفها، والالو انت عارفها، والارت انت عارفها، والسي بي بواحد وتلاتاشر، فالتعويض في القانون نفسه سهل. ال ار تي بقى زي ما قلنا دي بتتحسب للفلانج العلويه وسدس اللوب، شغالين دايما كده على الفلانج العلويه وسدس اللوب، اللي هي كانت بتساوي ايه؟ كانت بتساوي جذر الاي واي تي على الاريا تي. اي واي تي اللي هي الانرشيا حوالين محور واي للفلانج وسدس اللوب، الاريا تي اللي هي مساحه الفلانج وسدس اللوب. وناخد عليها مثال دلوقتي في المسألة اللي معانا دي، المسألة اللي كنا بدأنا بيها الأسبوع اللي فات، اللي هي حسبنا عليها السترنج أكشن وفرضنا قطاعات والكلام ده. كان المومنت فيها كان ب 1410 طن في المتر، وقيمة الشير كان بيساوي 221 طن. كان نوع الكوبري ديك ستيل 44، المسافة ايه اللي هي كانت بتساوي 27 على 9، 27 على عدد البانلز، بتساوي 3 متر. فرضنا الأبعاد بالمنظر ده، عرض فرنش 60، سمك الويب كان ب 1.4، ارتفاع الويب 270، سمك الفرنش كان ب 4.8 سنتي. مطلوب مني في المسألة هنا إن أنا شايك بس على تراتوشن باكلينج، ودي مسألة منفصلة، يعني دي حاجة لوحدها هو طلبها مني، طلب مني فقط إن أنا بس أشيك على تراتوشن باكلينج في المسألة دي. وزي ما قلت لكم بتيجي المسائل دي بتيجي خطوات متتابعة، يعني انت اول حاجه فرضت، حسبت السترنج اكشن، فرضت القطاعات، شيكت على تنشن، وبعد كده مساله لوحدها مطلوب منك تشيك اوف لاتر روتيشن باكلينج. الحسابات بتاعتنا بتبقى عامله ازاي؟ زي ما قلنا اول حاجه بنحسب الاكشوال ستريس. الاكشوال ستريس تحسب ازاي؟ ام على اي مضروبه في الواي، هتساوي في النهايه 1.49 طن على سنتيمتر المربع.
المومنت كنا حاسبينها اللي هي 1410، الاي اكس حسبناها في السكشن اللي فات، المسافة واي اللي هي نص الدبس بتاع الكاميرا. هيطلع في النهاية الاف سي بتساوي الاف تي بتساوي 1.49 طن على السنتيمتر مربع. ال يو انا هنا شغال كوبري ديك، فبالنسبة لي ال يو بتساوي المسافة ايه؟ بتساوي 3 متر او 300 سنتي. الالوبل بقى، الالوبل بتاعي بيساوي ايه؟ قالك الالوبل بتاعك هو المينيموم من 20 بي فلانج على جزء فيلد، يعني 20 في عرض فلانج 20 في 60 مقسوم على الاف فيلد اللي هي جذر 2.8 بتساوي 717.14 سنتي، او ال L2 بتساوي 1380 اريا فلانج في السي بي على الدي في الاف فيلد اللي هي بتساوي 1380 في الاريا فلانج مساحة الفلانج العلوية اللي هي 60 في 4.8 مضروبة في قيمة السي بي ب 1.13 مقسوم على الدبس اللي هو 279.6 مجموع الكلام ده كله مجموع الدبس مضروب في الاف يلد اللي هو 2.8 هيديني 573.7 سنتي. تمام، يبقى كده ال اللوبل بتاعي هو المينيمم رقمين دول اللي هو 573.7 سنتي. نبدأ كده بقى المقارنة بتاعتنا، بما ان ال اليو بتاعتي طلعت اقل من ال اللوبل، ال اليو ب 300 وال اللوبل ب 573.7، اذا مفيش لا تراتوشن باكلينج، مفيش ظاهرة تراتوشن باكلينج مش هتحصل. يبقى على طول هقول له ايه؟ هقول له الالوبل بتاعي بيساوي 58 فيلد اللي هو الرقم العادي بتاعنا بقى، اللي هو بيساوي 58% في 2.8 بيساوي 1.6 طن على سنتيمتر مربع. تمام، يبقى خلاص كده مفيش لا تراتوشنال باكلينج، والالاوبل بتاعي على طول هيساوي 58% فيلد. اجي بعد كده اقارن اقول ان الاكشوال بتاعي اللي هو كان ب 1.49 اقل من الالاوبل اللي هو 1.6، اذا الكاميرا بتاعتي دي سيف في لا تراتوشنال باكلينج. تمام، وكده خلاص كده مسألتي خلصت. المسألة بتاعتي اتضح ان انا ما عنديش ظاهرة لا تراتوشنال باكلينج لان ال يو اقل من الالاوبل. طب لو مثلا في المسألة بتاعتك كان المسافة ايه او ال يو بتاعك اكبر من ال الاوبل، يعني مثلا نفس المسألة بتاعتك دي كان مسألة منفصلة دلوقتي، دي حاجة دلوقتي منفصلة عن المسألة اللي فاتت، المسألة اللي فاتت كده خلاص خلصت. بس انا مثلا لو جيت لك في مسألة تانية وكبرت لك ال يو شوية، خليتها مثلا ب 600، 600 سنتي او 6 متر. لو مثلا جيت المسألة بتاعتي غيرتها وخليت ال ايه او ال يو ب 600 سنتي، في الحالة دي هتبقى ال يو أكبر من ال ال اللوبل، إذا ظاهرة ال لاتوشنال باكلينج هتحصل. يبقى أنا عندي ظاهرة ال لاتوشنال باكلينج هتحصل معايا، أتعامل معاها إزاي؟ زي ما عملنا فوق، هنقول ال اف اللوبل بتاعي بيساوي جذر ال اف ال لاتوشنال باكلينج 1 تربيع زائد ال اف ال لاتوشنال باكلينج 2 تربيع، وأبدأ بقى أحسب اف ال لاتوشنال باكلينج 1 و اف ال لاتوشنال باكلينج 2، بحيث في النهاية لازم يكونوا أقل من أو يساوي 58 فيلد اللي هو بيساوي 1.6 طن على سنتيمتر مربع. زي ما اتفقنا أي حاجة بحسبها لازم تكون أقل من أو يساوي 58 فيلد على طول. نبدأ بالرقم الأولاني اللي هو اف لا تراتوشن باكلينج 1، لأن هو بيساوي 800 على ال يو في الدي مقسوم على ال فلانش، كل ده مضروب في السي بي، يعني بيساوي 800 مقسوم على ال يو اللي هو 600 مضروب في ال دي اللي هو الدبس الكلي اللي هو 279.6 مقسوم على مساحة الفلانج العلوية اللي هي 60 في 4.8. تمام، كل ده في النهاية مضروب في قيمة السي بي اللي هي 1.13، هيساوي ايه؟ هيساوي 1.55 طن على السنتيمتر مربع. كده بقى احسب ال اف لاتوشن باكلينج 2 بتساوي كام؟ اجيب كده فلانش العلويه وست سلوب على جنب وابدا احسب الخصائص بتاعتهم، محتاج منهم ايه؟ محتاج منهم حاجه اسمها اريا تي والاي تي. زي ما قلنا اريا تي اللي هي مساحه الفلانج العلويه وست سلوب، الاي واي تي هي الاي حوالين محور واي للفلانج العلويه وست سلوب. تمام، موازي في عمود تكامل على 12 والكلام ده، هيطلع الاريا تي ب 351 والاي واي تي تطلع ب 8640.3 سنتيمتر اس 4.
من خلالهم اعمل ايه؟ هحسب قيمة الار تي اللي هي بتساوي جذر الاي واي تي على اريا تي، هلاقيها بتساوي 16.57 سنتي. احسب بعد كده قيمة ال ال يو على ار تي، ال ال يو على ار تي اللي هي 600 على الار تي اللي هي 16.57، لان هي بتساوي 36.21. اقارنها بقى بالقيم بتاعتي اللي هي كانت كام، كانت 84 جذر السي بي على اف فيلد. 84 في جذر السي بي على اف فيلد اللي هي 84 جذر 1.13 على 2.8 بتساوي 53. بعد ما حسبنا قيمة ال ALU على ال RT نقارنها بال 84 جذر السي بي على ال اف فيلد، هنلاقي ان ال ALU على ال RT اقل من ال 84 جذر السي بي على اف فيلد. يعني انا كده شغال في الحالة الاولانية اللي هي كان فيها ال F Lattice Buckling 2 بتساوي 8500 اف فيلد، وبالتالي ال F Lattice Buckling 2 بتساوي 8500 اف فيلد بتساوي 8500 في 2.8 يعني 1.6 طن على سنتيمتر مربع. اقدر دلوقتي احسب قيمة ال F Lattice Buckling كلية بتساوي جذر F Lattice Buckling 1 تربيع زائد F Lattice Buckling 2 تربيع، اقل من او يساوي 8500 اف فيلد زي ما اتفقنا، يعني بيساوي جذر 1.55 تربيع زائد 1.6 تربيع بتساوي 2.29 طن على سنتيمتر مربع، اقل من او يساوي 8500 اف فيلد. يعني لازم في النهاية القيمة دي تكون برضو اقل من ال 8500 اف فيلد، اقل من او يساوي. يبقى هقول له ايه؟ هقول له لازم تاخد قيمة ال اف بي او ال اف 13 باكلينج بتساوي 1.6 برضو، ما ينفعش تزيد عن ال 1.6. وبعد كده نقارن بقى الاكشوال بالالاوبل. الاكشوال بتاعي كان 1.49 والالاوبل 1.6، هنلاقي ان ده اقل منه، الاكشوال اقل من الالاوبل، يعني الكاميرا بتاعتي كده سيف. وهتلاحظ برضو من الحل في حسابات ال اف 13 باكلينج انك ممكن لو واحده بس، لو قيمه واحده من ال اف 13 باكلينج واحد او اتنين طلعت بتساوي او اكبر من 8500 اف فيلد ممكن ما تكملش. يعني مثلا اف 13 باكلينج واحد من الاول خالص طلعت بتساوي 8500 اف فيلد او اكبر منها، ممكن ما تحسبش القيمه الثانيه بتاعت اف 13 باكلينج 2، لان ايا كانت قيمتها ايه في النهايه مجموعهم الاثنين مع بعض، مجموع الجذر التربيع للاثنين هيديك برضو رقم اكبر من 8500 اف فيلد. وفي النهايه تقول له ايه؟ هتقول له لا انا هاخدها ب 8500 اف فيلد. فانت ممكن لو من الاول الاف 13 باكلينج 1 طلعت لك بتساوي او اكبر من 8500 اف فيلد ما تكملش المسألة وتقول له على طول ان الاف لاتر شماكلينج او الالاوبل بيساوي 8500 اف فيلد. تمام. بس كده في النهاية بس تكتب له هنا ان قطاعه بيسيف في اللاتر شماكلينج. وده كده نهاية السكشن بتاع النهاردة.